طيب باشمهندس، عايز اسالك في حاله ان اتحاد الكره تمسك بموقفه وان المسابقه تستكمل بعد بطوله الامم الافريقيه، فبالتالي اكيد حضرتك عارف مشكله القيد ده، لازم الدوري كله يخلص بشكل كامل، هل هيبقى في خطوات؟ لو الاهلي دلوقتي وقف وما اشتركش، لو الاهلي وقف وما اشتركش وصعب المشاكل. وطبعا انا مستاء جدا ان مشاكلنا الداخليه تروح للكاس اللي هي المحكمه الرياضيه، تمام، تروح للفيفا، ويبان ان مصر بجبروتها وقوتها وبحضارتها مش عارفه تنظم دوري. دي كارثه، دي كارثه، دي يعني طبعا اللي احنا بنعمله ده واللي احنا بننظمه ده، وخلي بالك هينعكس على نتائجنا في بطوله الامم، وده منعكس على ترتيبنا على افريقيا. احنا حضرتك الثامن على افريقيا للاسف، كل مصر تتمنى ان احنا نكسب وعايزين نكسب، بس بالطريقه اللي فيها اللي بيحصل دلوقتي ما بتبشرش بخير. النصيحة اللي حابب تقولها لاتحاد الكرة قبل ما ياخدوا قراراتهم. اعدلوا وكونوا واضحين وما يهمكوش حد، وما فيش قيس بمكيالين، ولا ما تخافوش من حد طالما انتوا او هم ما تخافوش من حد، دي جزئية مهمة. هم بص هم كأفراد هم ناس محترمة. طبعا لكن هم على مستوى الإدارة بالظبط كده، هم بيعملوا حسابات لحاجات مش موجودة في الدنيا. يعني بيعملوا حسابات لحاجات مش موجوده في الدنيا. انت لازم تعامل الناس كلها زي بعضها. انت ما تخافش من حد وما يهمكش حد، خدت بالك؟ انما انت قلقان وخايف تترعش، فانت مش عارف تاخد قرارات. للاسف. انا بشكرك يا باشمهندس، شكرا جزيلا طبعا على هذه المداخله الهامه جدا 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 مع المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحه، واللي قال موقفه علانيه أمام الجميع وتأييده لقرارات النادي الأهلي ليه من وجهة نظره، لأن شايفها هي في صالح الكرة المصرية، ودي حقيقة، القرارات دي كلها في صالح الكرة المصرية عشان تشوف موسم جديد بشكل جيد وبشكل مناسب وملائم لمسابقة تكون محترمة. وكمان المسابقة لما تكون محترمة ومنظمة هتشوف مستويات فنية أعلى من اللي أنت شفتها في الموسم اللي لسه ما خلصش لحد دلوقتي، ومش عارفين هيخلص إزاي وإمتى والأمور هتستقر على فين في النهاية. لكن كلام أكيد كان مهم جدا من المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة.